أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا الحديث حول هذه المناسبة الكبيرة على قلوبنا كمواطن عرب وأيضا على الأشقاء في المملكة العربية السعودية. يسعدني هنا في الاستوديو أن أستضيف المحلل السياسي الدكتور حسين حسن. أهلا وسهلا بك دكتور حسين. أهلا بك وأهلا بالإخوة المشاهدين، وكل عام والمملكة العربية السعودية بخير. أهلا وسهلا بك دكتور حسين. قبل أن نبدأ هذه الحلقة اسمح لي أن نذهب إلى تقرير موجز حول هذه الذكرى وهذا الاحتفاء الكبير الذي تحتفي به المملكة العربية السعودية. تحتفي المملكة العربية السعودية يوم غد الثلاثاء 21 من رجب 1443 الموافق 22 من فبراير 2022 بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139 الموافق لشهر فبراير من عام 1727 على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، بناء على الأمر الملكي الكريم، وذلك اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر. ويفتخر أبناء المملكة بهذا الإرث التاريخي الكبير الذي أسسه الإمام محمد بن سعود رحمه الله في دولة مترامية الأطراف رسمت سجلا حافلا لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك تحت حكم الدولة السعودية الأولى، مرورا بحكم الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله في الدولة السعودية الثانية، حتى قيض الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله عام 1319-1902 لتأسيس الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية. وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله. وذكرى يوم التأسيس فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، إذ لم تكن دولة وليدة لحظة عفوية بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع وسط تحديات كثيرة. لكن عمق التلاحم الوطني وقوته كانت بفضل الله تعالى سببا في تعاقب الدولة السعودية منذ عام 1727 حتى وقتنا الحاضر وصد أي عدوان خارجي أو محاولة لخلخلة النسيج الاجتماعي في الدولة السعودية لتستمر نجاحاتها حتى العهد الميمون على الرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها في القرن الماضي. وستشهد مدن المملكة بهذه المناسبة إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية التي تحلق في سماء الإبداع والحب والولاء، مجسدة عمق هذا التاريخ الكبير الذي خلفه لنا قادة هذه البلاد المباركة ورجالاتهم حتى الوقت الحاضر في لوحات معبرة عن فصول من الزمن مرت بها هذه البلاد في أوقات الرخاء والشدة وظلت خلالها ولله الحمد راسخة أبية محافظة على هويتها العربية الأصيلة، مجددة مفهوم الوحدة الوطنية في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة السعودية الأولى فالثانية حتى قيام المملكة العربية السعودية. ظل خلالها التلاحم عنوانا بارزا للعلاقة المجيدة ما بين الشعب والقيادة الرشيدة، وسيطلع الجميع على تفاصيل تاريخ بلادهم الكبير الذي رسمت فيه ركائز بناء المجتمع في ظل استقرار وازدهار مستمر على مر القرون، وسيبقى بإذن الله خالدا بمقوماته للأجيال الحاضرة والمقبلة. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وأرحب أيضا مجددا بضيفي العزيز الدكتور حسين حسن حسين رئيس جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة. دكتور حسين، أنت أيضا كان لك مقال صحفي تحدثت فيها أيضا حول هذه الذكرى العزيزة، وقلت أيضا في عنوانك لهذا المقال بأن يوم التأسيس السعودية تستلهم الماضي وتفتح
رؤيتها على المستقبل إن كان لك من كلمة في بداية هذه الحلقة. حقيقة أنا سعيد بأن أكون ضيفا للحديث عن هذا اليوم، يوم التأسيس الذي يحتفل به في المملكة العربية السعودية لأول مرة. وهذا اليوم يوم بالتأكيد تاريخي، ويوم سيظل في أذهان السعوديين وفي أذهان العالم دليلا على أن المملكة العربية السعودية التي نراها اليوم هي لها امتداد وجذور في التاريخ، واستطاعت أن تصمد على مدى 3 قرون في ظل كل ما نراه من أمواج وعداوات وغيرها من ما يحيط عالمنا العربي. وبالتأكيد المملكة العربية السعودية تقع في قلب العالم العربي ولها موقعها الريادي على كل المستويات. بالنسبة لهذا اليوم أنا يعني سعيد بأن يستدعى ليعرف الجيل الحالي أن له جذورا تاريخية عميقة، وأن له أجداد عملوا من أجل أن يحيا في هذا العالم المضطرب ويظله الأمن والاستقرار. بالتأكيد نذكر في هذا التاريخ الإمام محمد بن سعود الذي استطاع أن يؤسس دولة في خضم عالم مضطرب وجزيرة عربية كانت تعاني الفوضى وعدم الاستقرار، واستطاع أن يجمع القبائل العربية على قلب رجل واحد ليبدأ في تأسيس دولته. ثم جاء من بعده أبنائه وذريته ليؤكدوا استمرارية هذه الدولة، واستطاعت الدولة السعودية أيضا أن تنهض من ما لحق بها من دمار في الدرعية من 1818 لتعود مرة أخرى إلى واجهة الحياة. ثم ليأتي الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله وطيب الله ثراه ليقيم هذه الدولة التي نراها شامخة في خضم عالم في القرن العشرين، شهد حربين عالميتين وشهد اضطرابات عصفت بدول كثيرة وبإمبراطوريات، ولكن استطاع الملك المؤسس بإيمانه برسالته وبرسالة هذه المنطقة المهمة من العالم أن يقيم دولة لها قيمها الحضارية ولها إرثها التاريخي الذي نحتفي به اليوم، ونحتفي بمرور 3 قرون على دولة لها حضورها في المشهد العالمي في هذا اليوم. نعم دكتور حسين، عندما نتحدث نحن عن الظروف الاقتصادية وأيضا الظروف السياسية التي واكبت تأسيس الدولة السعودية، نعلم ويعلم الجميع أن غالبية ومعظم الجزيرة العربية هي صحراء، في صحراء الربع الخالي، ومع ذلك وجدت في هذه الصحراء دولة تشكلت ملامحها لتصبح رقما صعبا في المنطقة. بالتأكيد يعني إذا أسست دولة واستطاعت الاستمرار فتأكد أنها قامت على أسس متينة. الأساس المتين لهذه الدولة هو شرع الله الحنيف الذي تمسكت به وظلت تسير عليه إلى اليوم. ثم قيض الله رجالا آمنوا برسالة هذه المنطقة المهمة وبأهمية أن تؤمن هذه المنطقة وأن يؤمن الطريق، طريق الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول، هذه مناطق مقدسة للمسلمين. نعم. ومناطق يأتيها العالم من كل فج عميق، وكانت الأمور طبعا في اضطراب شديد جدا، وكانت الفوضى يعني ضاربة بأطنابها، ولهذا استطاع الإمام محمد بن سعود أن يجمع القبائل
على قلب رجل واحد، وأن يوحدها لتتحول حياتها من عدم استقرار إلى أمن وسلام. وهذا الذي أقامه بالتأكيد يلقي بظلاله اليوم، ونحن نشهد المملكة العربية السعودية وهي تعيش نهضة عظيمة. نعم، إذن دكتور حسين ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد الحبابي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. يا حياك الله أستاذي صلاح وضيفك الكريم، أسعد الله مساءكم. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. نتحدث اليوم عن ذكرى يوم التأسيس، ما الذي تمثله هذه الذكرى بالنسبة لكم أنتم في المملكة العربية السعودية؟ 22 فبراير 1727، قبل قرابة 3 قرون، كان هذا اليوم المبارك يوم التأسيس، عندما قام الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الأولى بأن يؤسس دولة على أساس ديني ويلم شتات مناطق نجد، ويكون هناك دولة تقيم العدل والمحبة والتآخي بين أهالي تلك المدن في تلك المنطقة. فكانت الدولة في بداياتها، وكان لقاء بين هذا الإمام والإمام محمد بن عبد الوهاب، إمام مجدد لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، نافيا ما كانت عليه الجزيرة العربية من بعض التأخر في الدين من حيث عبادة بعض الشركيات أو ظهور عبادة القبور أو التوسل بها أو التبرك. فكان إقامة لدولة نقية على مذهب السلف الصالح، وإقامة دولة سياسية ترغب في أن تكون دولة رافدة قوية للإسلام والمسلمين. كانت تلك الدولة الأولى، والغرض من يوم التأسيس 22 فبراير هو ربط الجيل الحالي بما صنعه الأباء والأجداد. كانت الدولة الأولى، ومن ثم كانت الدولة السعودية الثانية التي نتذكر منها الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، اللي كان دولته شاملة لمعظم دول الخليج حاليا، فيها قبل البحرين ووصل إلى البحرين دولة الإمارات وإلى دولة عمان. من ثم نتذكر قدوم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من الكويت، واستعادة ملك أبائه وأجداده، وترسية الدولة في عام 1902، ومن ثم أن يخوض نضالا كبيرا حتى نعم يوحد الدولة. دكتور محمد، نعم دكتور محمد، إذا تحدثنا عن الظروف أيضا الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها القبائل والمناطق آنذاك دكتور محمد. في الدولة الأولى كان الإمام محمد بن سعود حريصا على أن يوحد شرعي الدرعية، وأن تكون الدرعية مركزا تجاريا ماليا تلتقي به القوافل القادمة من اليمن إلى نجران إلى الدرعية، ومن الدرعية إلى دومة الجندل إلى العراق، ومن الدرعية نعم إلى البحرين شرقا إلى الأحساء، ومن ثم البحرين وقطر نعم وعمان دكتور الحالية ودولة الإمارات التي كانت تسمى بمنطقة البريني. لذلك كانت الدرعية مركزا سياسيا وتجاريا، ومن ثم تكالبت عليها الظروف، فسلطت عليها الدولة العثمانية كثير من الحملات، قادها والي مصر إبراهيم باشا، ومن ثم حملة بقيادة خورشيد باشا وابن محمد علي باشا إبراهيم. وبلا شك خاضت الدولة السعودية الأولى والثانية حربا ضروسا مع الدولة العثمانية، كان منها 1818 ميلادية حرق الدرعية بالكامل وقتل مرمى فيها، وأخذ أسرى، نجا منهم من نجا ومنهم من قتل في مصر أو في الأستانة. نعم في دكتور محمد، اسطنبول في نعم تركيا. لذلك استعادة دكتور محمد، إن كنت تسمعني، إن كنت تسمعني دكتور محمد، الدولة السعودية الثالثة الذي نتفيأ خلالها إلى الآن.
نعم دكتور محمد ابقى معنا، سأعود إلى ضيفي العزيز الدكتور حسين. دكتور حسين، نحن نتحدث عن هذه الذكرى بغرض الاستلهام الرؤى الطموحة للمملكة العربية السعودية. كيف استفادت المملكة العربية السعودية من خلال هذه التجارب التي استمرت أكثر من حوالي 3 قرون؟ دعني أولا أؤكد أهمية الاحتفال بالأيام الخالدة في تاريخ الأمم. هذه الذكرى دائما تحمل معاني وقيما مهمة لنقلها إلى الأجيال الذين لم يعايشوا تلك الأيام الخالدة. ولهذا كان احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني منذ 1965 عندما أمر الملك فيصل بأهمية الاحتفال باليوم الوطني وإقرار يوم 23 سبتمبر ليكون ذكرى لتوحيد المملكة العربية السعودية في دورتها الثالثة على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز. كان هذا شيئا مهما جدا، لأن هذه الأيام فيها كثير من التضحيات التي ضحى فيها الرجال. هناك كثير من معاني الوحدة ومعاني الالتئام والتجمع حول هدف واحد. المملكة العربية السعودية أنا في ظني أن الملك عبد العزيز هو أحد أعظم القادة في القرن العشرين إن لم يكن أعظمهم، لأن ما واجهه الملك عبد العزيز حقيقة من تحديات كانت كبيرة جدا. كانت المملكة كما تحدثت عن الجانب الاقتصادي لم يكن فيها من الخيرات إلا القليل، كان فيها قليل من الرجال، عدد المملكة على اتساعها كانت دولة يعني عدد سكانها صغير جدا، تباعد كبير جدا، فيها دولة قارة، فاستطاع أن يوحد كل هؤلاء على قلب رجل واحد في فترة زمنية يعني محدودة جدا بعمر الأمم والشعوب. أنا أعتقد هذا الإنجاز لم يجاريه فيه أحد في طوال هذا القرن المضطرب كما قلت. بالنسبة ليوم التأسيس، أنا أعتقد أنه هو فيه استلهام كبير للماضي، استلهام وتأكيد أن المملكة العربية السعودية لم يكن بدايتها في 1932 أو في 1902 حين دخل الملك عبد العزيز الرياض، وإنما هي دولة عريقة، دولة شهدت تضحيات جسيمة، دولة دكت عاصمتها الأولى الدرعية في 1818 واستطاعت النهوض مرة أخرى، واستطاعت أن تقود الجزيرة العربية في فترة حرجة وأن تكون مصدراً للإزدهار وأن تتسع، وأصبحت الرياض المجاورة لها هي عاصمة البلاد. فاستلهام كل هذه الدروس والعبر مهم جداً، وهي استدعاء لطاقة إيجابية من أجل استمرار العطاء ومن أجل استلهام القيم والمسل. وهنا المملكة العربية السعودية ترد بطريقة عملية أنها لا تتنكر لماضيها، وأنها تحرص على أن يكون إرثها الحضاري أساساً لنهضتها في الوقت الحاضر. نعم، كل هذه المعاني من خلال تصميم الشعار يوم التأسيس كان له أيضاً أبعاد أيضاً فنية وأيضاً فكرية أخرى. دعني الدكتور حسين أن أذهب إلى إحدى الفنون التي سجلت لهذا اليوم، ليوم التأسيس، التي تتحدث حول يوم التأسيس الأول في 22 من فبراير عام 1727. نذهب بشكل الكرام ثم نعود إليكم. Thank you.
للفجر نور للهدى ميلاد مجد تليد أسسته بلاد ذكر تردد في الورى أصداؤه وطن بنى تاريخه الأجداد أرسد عائمه مكاسب قوة قوى البناء تماسك وعماد سير من التاريخ تثبت مجدنا قصص سيذكر عصرها الأمجاد وطن إلى المجد العظيم يقوده آل السعود القادة الأسياد مر الزمان أبان في صفحاته بمواقف مثل لها أشهاد قرنا فقرنا ثم قرنا ثالثا عز تكلله رؤى ومراد نمضي وحكم الأكرمين يظلنا فالعدل غرس والأمان حصاد قادوا البلاد بعزمهم وبحزمهم قد خاب ما طلب العدا وأرادوا نحن السعوديون نعشق أرضنا أيلام في عشق البلاد فؤاد نحن السعوديون نعشق أرضنا أيلام في عشق البلاد فؤاد نحن السعوديون نعشق أرضنا أيلام في عشق البلاد فؤاد أيلام في عشق البلاد فؤاد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وأعود أيضا مجددا ولكن إلى ضيفي العزيز عبر الهاتف الدكتور محمد الحبابي محمد دكتور محمد يعني أبدأ معك من حيث انتهى الأوبريت أيلام في عشق البلاد فؤاد يعني مع كل هذه الإنجازات والطموحات التي تتحقق يوما تلو يوم دكتور محمد الحبابي إن كنت معي أيلام في عشق الفؤاد أيلام في عشق البلاد فؤاد نعم بالتأكيد أتفق مع الطرح من الضيف الكريم ومع ما ذكرتموه أستاذي صلاح المملكة العربية السعودية في يوم تأسيسها في 22 فبراير وفي يومها الوطني 23 سبتمبر طوال هذه الفترة وخلال الملوك والأئمة الذين توالوا عليها كان شعارهم أن تكون المملكة قوية ومناصرة لجميع الدول العربية والإسلامية في معظم في كل ما تعاني منه من أمور وكانت قضية المملكة الأولى هي قضية فلسطين وعندما كانت المملكة تزن سياسة متعقلة بين الشرق والغرب فهي دائما ترسي الاتفاقيات والمعاهدات التي تحفظ حق المملكة وتؤكد سيادتها ولا تغفل احترامها لجميع دول العالم لذلك المملكة كانت تمارس سياسة متعقلة هادئة تنصر المظلوم محبة للسلام وهي دائما لجميع الدول العربية تساندها في شتى المحن والمصائب التي تمر بها لذلك المملكة التي أرساها الملك عبد العزيز في دولتها السعودية الثالثة عام 1902 وخاض صراعا قرابة 30 سنة حتى توحدت في 23 سبتمبر 1932 كانت في بدايتها تعاني من ضعف اقتصادي ولكن عام 1938 تفجر الخير وانطلق بالدمام سبعة البترول النفط الذي هو الذهب الأسود الذي جعل المملكة من دول أغنى 20 دولة دول العشرين في على مستوى العالم التي لهم قمة كل عام تناقش
ما يهم العالم في اقتصاده وفي سياسته. وبالتأكيد لا ننسى ما أرساه الملك عبد العزيز في عام 1945 اتفاق كوينسي مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ومناصرته للحلفاء، لأنهم كانوا يبحثون عن سلام وتوحيد العالم. لذلك المملكة من عهد الملك عبد العزيز حتى عهد سيد خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز دائما في نصرة السلام، وبأن يكون العالم يبحث عن الرفاه والعلم والتطور والتقنية بما يخدم البشرية جمعا. نعم، إذن دكتور محمد ابقى معنا، أعود إلى دكتور حسين. دكتور حسين، نحن نتحدث عن جهود المملكة العربية السعودية، نتحدث الآن عن المرحلة المعاصرة أو التاريخ المعاصر للمملكة العربية السعودية منذ 1932 وحتى الآن، قرابة قرن من الزمن، عن أبرز المحطات التي مرت بها المملكة العربية السعودية، سياستها الخارجية، تعاملها الداخلي، سر قوة التماسك الداخلي. المملكة العربية السعودية كما قلنا قامت على شرع الله الحنيف، وتأسست على اللحمة الوطنية، وتأسست على خدمة الحرمين الشريفين. كل هذه المعاني تعطي للمملكة العربية السعودية قوة ناعمة على مستوى العالم العربي، ويسهل لها علاقاتها الخارجية، وخصوصا في ظل ثبات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية التي تقوم على المصالح المشتركة، والتي تقوم على الروح الإنسانية التي تغلف هذه العلاقة. ولا أدل على ذلك من أنها ظلت تمد يدها إلى كل المحتاجين في العالم بدون النظر إلى دين أو جنس أو عرق وغير ذلك. وهذا يشهد أن المملكة العربية السعودية على مستوى العالم هي الأكثر عطاء بالأرقام والإحصاءات على مدى عمرها. جائحة كورونا أيضا لعلها يعني الجائحة الأخيرة لكورونا، والتفاعل ودعم المملكة العربية السعودية للدول الفقيرة بما فيها حتى الهند يعني، التي حظيت بدعم كبير جدا، وبينما أيضا الدول العربية أيضا حصلت على دعم سخي وكبير في الوقت الذي تعطلت أجهزة الأكسجين في أكثر من دولة عربية مثل تونس وغيرها، سارعت المملكة العربية السعودية بمواقفها وأكدت المواقف التي ذهبت إليها دكتور حسين. بالتأكيد هذا الجانب الإنساني هو الذي يميز سياسة المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد هذا ينبثق من تعاليم ديننا الحنيف القائم على الرحمة والذي جاء رحمة للعالمين. وهذا تجسيد لهذه المعاني بالفعل وليس بالقول. المملكة العربية السعودية زودت منظمة الصحة العالمية بدعم مادي كبير جدا من أجل البحوث العلمية، ودعمت الدول التي احتاجت إلى الجرعات وإلى الفاكسين. كان المملكة العربية السعودية اللي وفرت لكثير من الدول هذه الاحتياجات من التطعيم. المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الإغاثة والأعمال الإنسانية، ظل يقدم الدعم لكل العالم. وبالتأكيد نأتي إلى المراحل التي مرت بها المملكة العربية السعودية. استطاع الملك عبد العزيز رحمه الله أن يتجاوز بالمملكة العربية السعودية مرحلة خطيرة جدا، وهو في مرحلة التأسيس في 1914 حينما قامت الحرب العالمية الأولى، ثم تبعتها الحرب العالمية الثانية في الثلاثينيات وامتدت حتى 1945. هذه فترة كانت صعبة جدا وفيها نوع كبير من الاستقطاب ومن ممارسة الإملاءات، ولكن استطاع أن يحافظ على توازن المملكة العربية السعودية ويبعدها عن تأثيرات هذه المرحلة الخطيرة. ولهذا كان التأسيس قويا، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة يعني منح المملكة العربية السعودية هذا الذهب الأسود الذي غير من حياتها.
ثم مضت المملكة العربية السعودية في ظل أبناء الملك عبد العزيز من الملك سعود رحمه الله إلى الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله جميعا. في كل مرحلة من هذه المراحل تجد بناء وتجد لبنات تعلى وأمور تتغير في حياة الناس إيجابا بالتأكيد. ثم جاء هذا العهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونجد أن المملكة العربية السعودية تتحول تحولا كبيرا، حتى أن من يغيب عن المملكة العربية السعودية سنة أو أقل من ذلك يشهد أنها بالتأكيد تغيرت حضاريا وثقافيا، وتغيرت بنى تحتية، وتغيرت حتى في أسلوب تفكير الناس وفي أسلوب تجاوبهم مع الأحداث. ونجد أن المملكة العربية السعودية الآن تجني ثمار أيضا تلك البعثات التي طافت كل أنحاء العالم وتغذت من ثقافاتها وحضاراتها، وهي مسلحة بقيامها الحضارية. فكل هؤلاء الذين ذهبوا في البعثات ثم عادوا يمثلون قوة كبيرة للمملكة العربية السعودية ودافعة لها، ولهذا نجد هذا التحول الكبير في المملكة نحن نعيش فيها منذ سنوات بعيدة، ولكن نشعر أن المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة أصبح إيقاع الحياة فيها سريعا، وأصبح التحول فيها والنهضة فيها عظيمة جدا. يكفي أن تنظر إلى المشاريع التي انطلقت مع رؤية 2030 لتعرف أن كيف تفكر المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية اليوم تفكر خارج الصندوق، لم يعد تفكيرا تقليديا، لم يعد اعتمادا حتى في الاستعانة بموارد الطاقة أيضا. بالتأكيد الاستعانة بموارد المملكة العربية السعودية الآن يعني هي يمكن الدولة الأولى التي تهتم بتغيير حياة الناس إلى الأفضل بأسلوب يحافظ أول شيء على صحة الإنسان الذي هو رأس مال كل مرتكز البلد ومرتكز النهضة ومرتكز التنمية. هناك اهتمام كبير بقضية البيئة وبقضية الانبعاث الحراري، وهناك مشروعات كثيرة من نيوم وليزالين وكل المشاريع المبادرات سواء الرياض الخضراء، السعودية الخضراء، الشرق الأوسط الأخضر، كل هذه المشاريع التي تريد أن تحول حياة الناس إلى الأفضل. نجد هناك اهتمام كبير بالصناعات، باهتمام كبير بلغة العالم، سواء الاهتمام بالطاقة المتجددة، سواء الاهتمام بجينوم السعودي الآن أيضا في تفكير في أن كيف نحول حياة الناس إلى يعني تحويل المنطقة إلى أوروبا جديدة يعني. نعم، فهناك مشاريع كثيرة جدا. نعم. لو رأيت هذه المشاريع وصنفتها تجد أن اهتمامها بأن سند البيئة وبأن يكون الإنسان مؤمنا في حياته. نجد مشروعات كلها سواء المشاريع الصناعية الكبرى، سواء الإسكان وغير ذلك من الخدمات، وهذا ما يطمح عليه التي توفر، وهذا ما يطمح عليه أيضا المواطن العربي بشكل عام، ويتمنى أن تعم هذه التجربة على المنطقة العربية ككل. أعود مجددا مشاهد الكرام إلى ضيفي العزيز الدكتور محمد الحبابي. دكتور محمد، إذا تحدثنا عن التوازن في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كان ذلك جليا المحور السياسي من تأسيس المملكة وبدء إدارتها للدولة وإنشاء العلاقات الدولية مع الدول المجاورة الإقليم ومع مختلف دول العالم بعد التأسيس عام 1932. فكانت مع جميع الدول التي محيطة بالمملكة من الدول العربية حريصة أن تكون تلك الدول مستقرة سياسيا، تدعمها في أن تكون هناك مشاريع تساعد على رفاه المواطن، تحاول أن تكون تلك الدول
في أفضل حالاتها فدعمت مصر ودعمت اليمن ودعمت العراق كذلك الأردن، واتضح ذلك جليا في الربيع العربي الذي بدأ عام 2011. أعادت مصر في 3 يوليو 2013 بعد ثورة أريد بها أن تكون الفوضى في مصر على يد أحزاب الإخوان ومشاكلهم، فأعادت مصر إلى وضعها الطبيعي، ناصرت تونس لأن تكون مستقرة، كذلك في ليبيا، دخلت إلى اليمن في 26 مارس 2015 استجابة للرئيس عدربو منصور هادي ليعود اليمن إلى استقراره، كذلك منعت ثورة في البحرين في 2011 أراد بها مخربون أن لا يستقر البحرين. كان هناك تفاهمات ولقاءات كبيرة مع دولة رئيس الوزراء الكاظمي في أن يعود العراق إلى حضره العربي، رغبة أن يكون لبنان مستقرا ويخدم مواطنيه بدون تدخلات من إيران، عودة سوريا باتفاقيات أن تكون سوريا في وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل 2011. لذلك الوضع السياسي تسعى المملكة ألا تتدخل في الدول العربية أو مختلف دول العالم إلا بما ينفع تلك الشعوب ويوازن العلاقة بينها وبين تلك الدول. بالجانب الاقتصادي كما تفضل الضيف، رؤية 2030 التي بها أكثر من 8 مشاريع على رأسها مشروع نيوم The Line and Oxygen، وكذلك تطوير الرياض الدرعية الجديدة والجدية ومشروع الفيصلية الذي يربط مكة بالبحر في محافظة جدة، وكذلك مشروع السودة، وهذه المشاريع الجبارة التي من شأنها أن تزيد من رفاه المملكة وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة من دول 20 التي هي تحتل المرتبة 16 بينها. لذلك الجانب الاقتصادي واضح وجلي، أما الجانب الإنساني فعلينا أن نتذكر أن جائحة كوفيد-19 التي أثرت على العالم اقتصاديا ساهمت المملكة بالمساعدة عن طريق مركز الملك سلمان للمساعدة والخدمات الإنسانية معظم دول العالم، وعلى رأسها أول دولة بدأت منها الجائحة وهي الصين، ساعدت الهند، كذلك الأردن، تونس، ساعدت إيطاليا، معظم دول العالم ولا نمكن أنها ساعدت دول العربية. نعم 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 دكتور محمد، وشاركت في قرابة 2 مليار بل أكثر. نعم. ذلك دكتور محمد الحبابي، الصحة العالمية في دفع هذه الجائحة. نعم دكتور محمد الحبابي، وهذا ما يميز المملكة العربية السعودية هو التوازن في سياستها الخارجية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى رغم ما يحاك ضد المملكة العربية السعودية من مؤامرات من دولة محور الشر في المنطقة إيران ضد الدول في الخليج العربي وأيضا الدول العربية. دكتور محمد الحبابي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهد الكرام نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، دكتور حسين حسن شكرا جزيلا لك على وجودك معنا والحديث حول هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، ونكرر التهنئة للمملكة العربية السعودية وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم إن شاء الله. شكرا لك. إذا مشاهد الكرام نختم بالحديث حول الدرعية ومكانتها التاريخية، نستعرضها في الفيلم الوثائقي المختصر القادم. صدر القرار الملكي أنه يكون يوم 22 فبراير من كل عام هو يوم التأسيس. يوم التأسيس هذا هو تأسيس الدولة السعودية المباركة هذه في الدرعية عام 1727 على يد الإمام محمد بن سعود يرحمه الله. تفاصيل هذا يوم التأسيس ومعرفة أهمية الدرعية وبقاء الدولة السعودية طوال هذه السنوات الطويلة أكثر من 300 سنة قائمة وكل فترة تجي وتكون أقوى من قبل، كلها التفاصيل نبي نعرفها مع الدكتورة فاطمة القحطاني أستاذة التاريخ السعودي في جامعة الملك سعود. حياك الله دكتورة فاطمة القحطاني أستاذة التاريخ في جامعة الملك سعود. سمعنا القرار أمس، نبي بس الناس يعرفون وش هو يوم التأسيس هذا، ماذا يعني يوم التأسيس هذا؟ هلا بك أخوي محمد وسعيدة أني موجودة اليوم معك. الحقيقة يوم التأسيس المقصود فيه هو يوم اللي تولى فيه الإمام محمد بن سعود في الدرعية وبدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى. إيه
طيب وش أهميته لما الدولة الآن تحط له يوم، يعني يوم للتأسيس، ماذا يعني لنا كسعوديين يعني؟ يعني طبعا هذا أمر مهم جدا، يعني الحمد لله أن الدولة تنبهت له، وطبعا نشكر في ذلك خادم الحرمين الشريفين المؤرخ الأول السعودي اللي حاول يصحح المفاهيم بتوضيح لعمقنا التاريخي والماضينا العريق، أنه امتداد الدولة ليس فقط من وقت الدولة السعودية الثالثة والملك عبد العزيز، إنما امتدادها يمتد إلى 300 سنة سابقة، هي من بداية تولي الإمام محمد بن سعود في الدرعية وقيام الدولة. الدرعية كبلد تاريخي وعاصمة قديمة للدولة السعودية تأسست 1727 حسب ما جاء أمس بالقرار، لكن وش الدرعية قبل؟ يعني خلنا نعرف الدرعية أولا. نعم أكيد الدرعية هي أساس الحكم السعودي والأسرة السعودية. طبعا الدرعية تأسست من عام 850 للهجرة تقريبا في منتصف القرن التاسع الهجري، منتصف القرن الخامس عشر الميلادي 1446 تقريبا، على يد مانع المريدي. طبعا مانع المريدي هو الجد الأكبر لآل سعود. احنا الآن واقفين في الدرعية، هذا هو المكان، مسرح الأحداث من حوالي 600 سنة يعني، وهذا تاريخ أكيد عريق. طبعا جد آل سعود الأكبر هو تقريبا الجد الثالث عشر لخادم الحرمين الشريفين. طبعا الدرعية الحقيقة أن نشأة الدرعية لها مدلول تاريخي مهم جدا، وهو تحول الإمارات النجدية في هذه الفترة إلى ما يشبه دولة المدينة، والمقصود فيه طبعا ما يتعلق ب أن هناك مدن صغيرة مستقلة تماما، لها حكم، لها شعب، هم سكان هذه المدينة، وهذا المفهوم هو ما يعرف بدولة المدينة. وكانت الكيانات السياسية الموجودة في نجد في تلك الفترة بهذا الشكل، لكن الدرعية على وجه الخصوص لها مدلول أكبر، يعني سواء بسبب قوتها ومركزها، بسبب وجودها على طرق القوافل الحج و التجارة، وكانت معنية بالحماية هذه الطرق في هذا الوقت. أيضا فكر الموجود في لمانع المريدي وأولاده وأحفاده من بعده يدل على أن عندهم نظرة لتأسيس دولة، يعني حتى أن إبراهيم بن موسى يعني أحد أحفاد مانع المريدي كان يسمونه أمير نجد، هذا دليل أن الفكر الوحدوي لهذه الأسرة كان موجود من فترة سابقة، إلى أن وصل إلى عهد الإمام محمد بن سعود عندما تولى الحكم، بدأ يفكر فعلا بتحويل دولة المدينة إلى دولة قطرية، دولة كاملة تحكم نجد كاملة وتوحد الجزيرة العربية. هذا أهم ما يميز الحكم السعودي، هو الامتداد، الاستمرارية. يعني الإنسان ممكن يفكر احنا سمعنا الدولة السعودية الأولى انتهت، الدولة السعودية الثانية انتهت، ما السر؟ ما السر في هذا الأمر؟ الحقيقة أنه السر الأساسي هو في هذه الأسرة اللي حكمت هذه الدول جميعها. الأسرة تميزت بفكر إصلاحي، بفكر تقدمي، تميزت بحرص شديد على التطوير. الناس عاشوا في كنف الدولة السعودية الأولى أمن لم تعهدوا نجد منذ حوالي 1000 عام. هذا الأمن والاستقرار والازدهار والدولة الموحدة والوحدة والإحساس باللحمة لم يشعروا الناس فترة طويلة. لما انتهت الدولة السعودية الأولى طبعا كما هو معروف على يد حملة إبراهيم باشا العثمانية، مرة أخرى قامت الدولة على يد تركي بن عبد الله خلال أقل من 7 سنوات. ما السر؟ واحد ممكن يتجاوب ما السر؟ هي التحام الناس، فرحة الناس بعودة هذا الحكم الذي كان رمز للاستقرار والأمان. مرة أخرى تسقط الدولة، 10 سنوات يعود عبد العزيز، يدخل الرياض بأبسط ما يكون، بفرحة عارمة من أهالي الرياض بدخوله ورجعة الحكم السعودي مرة أخرى.